أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إخواننا الكرام. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربية. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي على حضرتك هتتواصل معنا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-303-95-91. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال إن شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا أولا وأخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2006 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نسيب حضراتكم دلوقتي مع بعض الصور الخاصة بالعربية، وبعدين هقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2006. العربية ما فيهاش جرام بويا واحد لا من الخارج ولا من الداخل. العربية المكنة بتاعتها ما حلتش مسمار. العربية فيها طقم عدة كاملة. العربية فيها رخصة 8 شهور. العربية فيها كاوتش حالته 70%. العربية مش محتاجة أي مصاريف نهائي. العربية الموتور وآلات الجر والشاسيه حالة ممتازة. العربية تعتبر من الممنوعات. هقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2006، سعرها 138,000 جنيه. سعر العربية 138,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 0-100-833-8891. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 0-100-833-8891. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.